الفيلة ديار أشاقيها نظل في الشمال تحديدا يعني. صحيح، لمدة 30 حلقة كانت تقريبا بث برنامج مع النصري، كان هو توثيق ومسيرة حافلة جدا للشعراء أيضا مع النصري. البرنامج كان من تقديم الزميلة إسراء عادل، متابع ذاكرة الشروق. على غير العادة مشاهدي شاشة قناة الشروق نبدأ رحلة مختلفة. احنا بدينا حلقة اليوم بالنصري على الطبلة، وعبد المنعم ود العوض موجود معانا على الطنبور. مساء الخير محمد. مساء النور إسراء، مساء النور مشاهدينا في بصانة الشروق. ود العوض، مساء الخير عليكم والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق، ويتمنى نقدم حاجة ترضي طموح الناس ونكون خفيفين أصدل. إن شاء الله. طوالي بنشكرك وانت على الجانب الثاني على الطبلة، قليت معاني هنا، إحساسك كيف؟ والله يا أخي أول مرة قعدت في محل زي ده، رهبة وسعيد وفرحان جدا جدا والله. نحن زادنا فرحانين عشان الليلة معانا هنا أمهر عازف طبلة وطنبور، وزول يعني بيعرف يرسم، وزول صوته جميل، يعني ممكن تنافس محمد، ما عندك مشكلة. الله يديك العافية. دعوات كثيرة بيسمعوها الناس كثير جدا من خلال الغنى. بتفتكر يا محمد الحاجي ده عشان هو أصلا من أسرة فنية يعني؟ طبعا هي منطقة القرير معروفة تعجب المبدعين. عبد المنعم واحد من الناس اللي انباع كبير جدا في حتى في مساهمة كبيرة جدا بالإيقاع وبالألحان بعزف الطنبور مع فنانين كتار هم قدموا ولا زال يعطي يعني. ايوه. فعنده الحان جميله وموهوب ما شاء الله، يعني زي ما قلت في الرسم في الخط في عشان كده انت ماسك فيه وقوي. محمد برضو يعني ود العوض هو من اسره فنيه زي ما انا قلت، وتحديدا اخوه ابخبته على ابخبته على اوتار طنبور ابخبته. حي الشاطئ ده لسه فيه ولا؟ والله يا حي الشاطئ طبعا انتهى مع البحر طبعا. الناس رحلت البيوت، كان البحر جو كسر وكلهم رحلوا فوق، يعني حي الشاطئ بقى فوق من الجناين. زمان كانوا حيشاطي ده البيوت كلها مع الجناين والسواقي، جاء الفيضان كسر البيوت الناس رحلت فوق. انت تعلمت من اخوك الكثير؟ والله انا قمت لقيت البيت في وطن اخوي عنده طنبور، اخواني اثنين اكبر من عندهم طنابير، ابوي كان بيعزف الله يرحمه. الله يرحمه. عندي خال يعني البيت كان مليان بالطنابير من صغير، وانا تعلمت الطنبور قبل الطبلة. وليه تمسكت بالطبلة؟ والله يا اخي برضو قمنا يعني حاجة زمان القعدات في الجيزان وال يعني مرة الواحد بيمسك الطنبور مرة بيمسك الطبلة في البيت بيكركب بالصحابة. يعني إزعاج شديد لما الواحد لقى نفسه في الطبلة. ومرات بترسم ومرات برضو في فكرة بالرسم، بس فضل لك تكتب شعر، كان كتبت تاني ما في مشكلة، دي الحاجة الوحيدة ما غلبتك. أيوة. طيب محمد، يعني بتفتكر انه استقرار ود العوض عندك بعد تجارب كثيرة مع فنانين كبار وهو خلاص يعني الطبلة والمقام عندك ومع تجربتك الفنية، شنو شكل الإضافة اللي بيضيفها دائما ود العوض؟ ود العوض يعني أنا لو تكلمت في الحتة دي بتكلم عن ضابط الإيقاع بصورة عامة وبقول إنه بيختلف ضابط الإيقاع لما يكون ملم بالطنبور ده وبتفاصيله وبالألحان زي ود العوض، يعني دي مساعداه كثير في الإيقاع. يعني لما يجي يعزف الأغنية بيكون تلقائيا يعني حافظها، وبيختلف الضابط الإيقاع لما يكون حافظ يعني بيختلف. ود العوض المسألة دي ساعدته كثير في إنه يكون من يعني أمهر عازفي الإيقاع. انتوا الاثنين تلاقيتوا في جيزان الرملة في البلد، وشوقكم للبلد دائما هو الطاغي وهو الغالب عليكم، نرجعكم للبلد وشوق للبلد.